يا ترى ايه هو رقم الايبان وبنستخدمه في ايه وليه لازم نروح البنك ونجيبه وايه الفرق بينه وبين رقم الحساب؟ بانكير نبض البنوك. رقم الايبان وهو رقم الحساب البنكي الدولي واللي يعتبر صيغه او اليه جديده لرقم الحساب وبيساعد في تسهيل الحوالات البنكيه الدوليه وسرعه تنفيذها. يعني ببساطه كده هو الوسيله اللي بتخليك تقدر تعمل تحويل من والى حسابك البنكي خارج مصر، وكمان لو اي حد هيبعت لك فلوس من بره لازم يكون رقم الايبان معاه لان ده بيفرق في سرعه التحويل وبيقلل فتره وصول الفلوس ليك واستلامها. لما تيجي تستقبل اي تحويل مالي لحسابك البنكي او البريدي داخل او خارج مصر هتكون محتاج الايبان. طب ايه الفرق ما بين رقم الحساب البنكي ورقم ايبان الحساب؟ ده سؤال مهم جدا هيوضح لك الصورة اكتر ويخليك تعرف اهمية وقيمة ان يكون معاك رقم الايبان. الفرق ما بين رقم الحساب البنكي او البريدي ورقم الايبان ان رقم الحساب هو الرقم اللي بتاخده لما تيجي تفتح حساب واللي عن طريقه بتقدر ترسل او تستقبل اي تحويلات داخلية، اما رقم الايبان بيعتبر صيغة لرقم الحساب الدولي واللي بتقدر من خلاله تستقبل او ترسل التحويلات للخارج. وعشان يكون عندك رقم الايبان فده ممكن يحصل من خلال كشف الحساب البنكي او عن طريق خدمة الانترنت البنكي او الموبايل بنكي او ممكن تحصل عليه لما تتصل بخدمة عملاء البنك. ورقم الحساب البنكي بيكون ساري وبشكل طبيعي جدا في حالة وجود رقم الايبان، بس هو رقم الايبان بيعتبر شكل الكتروني لرقم الحساب الشخصي علشان تعمل التحويلات الدولية. اظن كده حضراتكم عرفتوا بقى الفرق ما بين الاثنين، وعرفتوا كمان ان لو مش معاكم ايبان الحسابات بتاعتكم فلازم تروحوا فورا البنك وتطلبوا من مسؤول خدمة العملاء لانه فعلا هيفرق جدا في التحويلات البنكية اللي بتجيلكم من برا مصر وهيقلل زمن وصولها لدقائق معدودة. انا اشرقت اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.